سيدة صافي صباح النور. سيدة صافي صباح الورد، أهلا وسهلا بك، شرفتنا في برنامجنا صباح النور. إذن في البداية، ماذا نعني بزيادة الحموضة في المحيطات؟ المحيطات لها حموضة معينة منذ ما قبل الثورة الصناعية، ولكن بسبب الثورة الصناعية وبسبب حرق الوقود الأحفوري اللي هو بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري، صارت المحيطات تمتص قدر كبير ونسبة كبيرة جدا من الغاز ثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون بتفاعل مع المياه المحيطات، وبالتالي بيكون حمض اسمه حمض الكربونيك، وهذا الحمض هو بيزيد من حموضة المحيطات أو ما يسمى بالبي اتش. فإحنا إذا بدنا نقارن إيش عم بصير بالمحيطات منذ ما قبل الثورة الصناعية لليوم، بنشوف أنه البي اتش أو حموضة المحيطات زادت بنسبة 30% عن ما قبل الثورة الصناعية. أستاذة صفية، هذا ما تأثيره على إن كان المخلوقات البحرية أو البرية أو حتى الإنسان فيما بعد؟ أهم تأثير اللي هو هلأ عم بصير وبنعاني منه سواء بأستراليا سواء بالبحر الأحمر بمنطقتنا وبكتير أماكن، هو الكورال ريف بليتشنج أو بيضاض الحيد المرجاني. هذا إشي أساسي. نتخيل أنه الغابات هي رئة الأرض، واليابسة هي 30% من الكرة الأرضية. نتخيل أنه هذا الحيد المرجاني هو رئة الكرة الأرضية، والمياه هي 70% من الكرة الأرضية. فإحنا دائما ما بنفكر أن الحيد المرجاني إشي مهم، ولكنه جدا مهم للكائنات بتعيش فيه، وكمان الكائنات المفترسة البحرية المفترسة بتصطاد من حوالين الحيد المرجاني. الحيد المرجاني مثلا لهلا معرض 60% منه أنه يصير مبيض. للأسف أستراليا أكبر حيد مرجاني تقريبا 70% منه ابيض وخلص. لما نحكي انه بيض معناته الكائنات ما بتقدر تعيش فيه، في جزء كبير كتير منه مش راح يرجع زي قبل. طبعا في كمان مشاكل عكينات كبيره كتيره زي الكائنات اللي لها شل او اصداف، بتحكي عن المحار عن الحلزونات، وكمان بتحكي عن الكائنات وحيده الخليه اللي احنا ممكن ما كتير مهمه بالمحيط، ولكنها كتير مهمه لانه في عندنا لايف سايكل بالمحيطات، عندنا دوره حياه. فالكائن الصغير هذا بياكله الكائن الأكبر، الكائن الأكبر بياكله للكائن الأكبر، لعما نوصل للحوت اللي هو أكبر كائن. وبالتالي إذا إحنا حموضة المحيطات بتأثر على كل دورة الحياة للأسف، وبالتالي بتأثر على الإنسان. أستاذة صفي، في حال لم تعالج هذه المشكلة، ما قد يكون الحل؟ هي لازم تعالج، يعني ما في عندنا للاسف انه ما تعالج، لانه كل هاي التبعات تبعت التغير المناخي وحموضه المحيط اللي حكينا عنها، علاجها الوحيد انه نحل مشكله الاحتباس الحراري. ولكن ايضا احنا بنحكي عن مشاكل كثير غير الاحتباس الحراري والسي او 2، كمان بتزيد الحموضه اللي بنحكي انه احنا المصانع وكمان بترمي نفاياتها والمواد الكيماوية في المحيطات، فمرات الحموضة بتزيد من هذا السبب، وصار في كتير قوانين تمنع هذا الإشي. أما بالتغير المناخي، فامبارح كان في 4 ملايين شخص حوالين العالم معتصمين ومحتجين بما يسمى بالكلايمت سترايك أو الاحتجاج المناخي، لأنه ما عندنا خيار إلا أنه نحل مشكلة التغير المناخي، نقلل ثاني أكسيد الكربون، لأنه إحنا ما بنحكي بس عن المحيطات، بنحكي عنا وعن الكرة الأرضية. يعني يبقى في الآخر الدور هو دور الحكومات، أنه على الأقل تفعل قوانين وأنه تحاول تلقى حلول إلى حد من مشكلة الاحتباس الحراري والمشاكل البيئية اللي نعانيها. ماذا عن المجتمع المدني والجمعيات خاصة في عالمنا العربي أستاذة صفي؟ اللي أنا بقدر أقول لك يا إنه المجتمع المدني بالعالم العربي بيشتغل كتير أحسن من الحكومات حالياً. فالحكومات بالعالم العربي وبالعالم لسه اتفقت على اتفاقية باريس وقدمت مساهماتها المحددة محلياً أو ما يسمى بالخطط المحلية لكل دولة حتى نحد درجة الحرارة.
بالضبط. هلا الانسحاب هو تقنيا لا يجوز الا بعد 2021، ولكن طبعا تريد ان تنسحب زي الولايات المتحده الامريكيه، وشجع الدول الاخرى انها تعرقل المناقشات. المجتمع المدني والعلماء بيطالبوا انه نحد درجه الحراره عن ما قبل الثوره الصناعيه، الارتفاع ل 1.5 درجه سلسيوس، ولكن الخطط اللي قدمتها الحكومات رح توصلنا لاربع درجات، يعني كارثه. تحكي انت عن دول رح تغرق، بتحكي عن دول مش راح يقدروا الناس يعيشوا فيها بسبب الحرارة الشديدة. يعني على أمل المجتمع المدني بالوطن العربي يعمل، ولكن أيضا لازم دائما نفكر. نعم نعم، هذا هو، على أمل أنه يكون فما حلول. بس لازم نفكر بموضوع المساحة تبعت المجتمع المدني. صحيح، واصل فكرتك إذا كانت ما زالت عندك فكرة، لأنه هناك بعض الوقت في ال لا خلص تمام. شكرا لك اذا استاذه صافيه، نشكرك على كل المعلومات اللي افدتنا بها اليوم، وكما قلنا على امل انه نتناقشوا في هالموضوع هذا دائما، نحاولوا انه نوعيوا الناس على مخاطر الاحتباس الحراري، وعلى الاقل انه يقعد عنا وقت نعيشه على كوكبنا الارض. شكرا لك مره اخرى. اذا مشاهدينا الان ننتقل الى فاصل، وبعده سنتابع اخر المستجدات على الساحتين العربيه والعالميه في مع الخبر. ابقوا معنا بعد هذا الفصل.